Good afternoon, everyone. My name is Maria Pascanalis. مرحبا بكم جميعا اسمي ماريا باسكينالس وانا رئيسة الابحاث القانونية وانا هنا سعيدة بوجودي معكم لأنني سأقوم بتيسير هذه الجلسة حول الذكاء الاصطناعي في هذا المنتدى وهذه الجلسة بعنوان الذكاء الاصطناعي الذي نريده ومن دواعي سروري أن أرحب بعدد متميز من المتحدثين الذين سيقودون هذا النقاش أنا طلب مني أن أقوم بتقديمهم ثم سأخبركم بكيفية ترتيب هذه الجلسة، وبعد ذلك ندخل في النقاش المواضيعي. لدينا اليوم السيدة أريسا إيما، وهي أستاذة مشاركة في جامعة طوكيو. معنا أيضا الدكتورة كلارا نابل وهي مديرة آي تريبل إي أوروبا. وهي ايضا رئيسة هذه المؤسسة لدينا ايضا السيد جيمس هيرستون وهو في الوقت الحالي يترأس السياسات الدولية والشراكة في اوبن اي لدينا السيد سيت سنتر وهو يعمل في إدارة الولايات المتحدة للتكنولوجيات الناشئة، وقد ساعد في إصدار إطار استراتيجية الأمن السبراني، وهو أيضاً قام بمشاركة في إعداد أحدث التقارير بهذا الصدد، أيضاً من المجتمع المدني. لدينا توبيكالي ماتيمبا وهو من زيمبابوي وهو محامي لحقوق الانسان وايضا الطريقه التي سنقوم بها بتنظيم هذه الجلسه هي كالاتي سنقوم بطرح بعض الاسئله السياساتيه على هؤلاء المتحدثين وستكون هناك جولتان من الاسئله، وفي الجوله الاولى سنعطي الفرصه لكل متحدث للحديث لمده خمس دقائق، وبعد ذلك سنتابع ذلك باسئله او تعليقات من الحاضرين، فارجو منكم ان تقفوا امام الميكروفون اذا اردتم ان تطرحوا سؤالا على اي من المتحدثين، وبالنسبه للمتحدثين عن بعد او المشاركين عن بعد ارجو منكم ان ترفعوا ايديكم الكترونيا فاخبروا الميسر للفضاء الالكتروني كريس برغبتكم في اخذ الكلمه بهذا سانتقل الى وصف هذه الجلسه اود ان اسلط الضوء على امرين اعتبرهما آه لهما اهميه كبرى في هذا النقاش اولا اود ان اثير انتباهكم فساقول الاتي اريد ان افكر كيف انه في العام الماضي سمعنا كثيرا كلمه الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليوميه ان هناك اشخاص لم يكونوا على علم على الاطلاق بهذه التكنولوجيا الان اصبحوا مهتمين بمعرفه المزيد عن طريقه عمل هذه التكنولوجيا وكيف يمكن ان نضمن ان هذه التكنولوجيا ستخدم ممارسه الحقوق والحياه اليوميه للافراد في جميع انحاء العالم هذا هو التحدي الذي فرضه علينا الواقع وهذا ايضا يمثل ضغطا على الحكومات والشركات وذلك لكي نصل الى طريقه يمكن من خلالها حوكمه الذكاء الاصطناعي وان نضمن ان هذا النوع من التكنولوجيا يطور ويستخدم بطريقه مفيده للجميع من اجل ان نزيد من الجانب الايجابي لهذا الذكاء الاصطناعي فنحن نحتاج الى الاتفاق بشان المبادئ الخاصه باداره هذا النوع من التكنولوجيا ونحن نريد ايضا في اثناء نقاشنا وحوارنا ان ناخذ في الاعتبار المخرجات من الاطار الدولي لحقوق الانسان يجب ان نفكر في المعايير الفنيه التشريعات الامور التي يمكن ان تعطينا مشوره وارشادا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. فأنا عملت في منظمتي على اقتراح عدد من المبادئ المرتبطه بالاطار العالمي لحقوق الانسان، وانا خلصت الى خمس مبادئ اولهما انه عندما ننظر في حوكمة الذكاء الاصطناعي فيجب أن يكون هذا مستندا إلى حماية حقوق الإنسان ومستندا إلى قانون حقوق الإنسان. ثانيا يجب أن يكون هناك مقاربة تأخذ في الاعتبار المخاطر عند تصميم و تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي ثالثا علينا ان نقوم بنشر الذكاء الاصطناعي بصوره مفتوحه وشامله وحاضنه للجميع ايضا ادعوكم للتفكير في كيفيه ضمان الشفافيه وايضا مساءله مصممي آه هذا النوع من التكنولوجيا، مساءلتهم وذلك إذا كانت هناك أي مخاطر أو أضرار ينطوي عليها استخدام هذا النوع من التكنولوجيا. إذاً هذا ما أردت أن أتقسمه آه معكم ونحن لدينا بعض الأسئلة التي اقترحها منظمو هذه الجلسة فهم يدعوننا أن نفكر في كيفيه ارتباط العمليات العالميه الخاصه بحوكمه الذكاء الاصطناعي كيف يرتبط هذا ب على المستوى الدولي بالاشراف والمتابعه على المستوى الوطني والسؤال الاول للسيده اريسا اما كيف ننتقل من المبادئ الاخلاقيه والتوجيه الفني الى سياسه الحوكمه الخاصه بالذكاء الاصطناعي الفعاله وذلك عبر الولايات القضائيه شكرا على هذه المقدمه الـ كريمه ومن دواعي سروري ان اكون هنا عندما ننظر في كيفيه تطور التكنولوجيا ليس فقط التصميم ولكن ايضا النشر والاستخدام عبر الحدود فهنا في اليابان على سبيل المثال من المعتاد ان يُستخدم نوع من أنواع، أو نموذج من نماذج الذكاء الاصطناعي، مثلاً من الولايات المتحدة، وبعد ذلك يُنشر هذا النموذج عبر الشركات اليابانية، ولكن لا الشركة ولا المستخدم يعرفون من قام بخلق هذا النموذج للذكاء الاصطناعي. ومن هم اطراف سلسله الامداد الطويله ولهذا من المهم ان نعرف ان تكون هناك شفافيه حتى نعرف ما هي دوره حياه الذكاء الاصطناعي فاذا نحن نحتاج ليس فقط الى الشفافيه ولكن ايضا الى المواءمه هذا الإطار إطار الموائمة الذي ذكر في البيان الذي صدر عن مجموعة السبعة في 2020 يذكر أن هذه كلمة كلمة الموائمة كلمة يصعب تفسيرها فما هو المقصود منها وما هو الفرق ما بين المعايير الفنيه في هذا الصدد عندما احاول ان افسر هذه الكلمه ارى ان الدول المختلفه والمنظمات المختلفه او الشركات حتى لديها سياساتها ولديها طريقتها في تقييم نظم الذكاء الاصطناعي ايضا تقييم المخاطر والقيام بتقييم الاثر ولكن النظام القانوني ايضا يختلف من بلد الى اخر فاذا كل بلد لديه نظام عليه ان يحترم والا فلن نتمكن من تقدم ايضا كل بلد له سياقه الخاص به فمثلا في اليابان نحن لدينا الخطوط التوجيهيه الخاصه بالذكاء الاصطناعي من حيث الاستخدام من حيث النشر والكثير منها ليست ملزمه ولذلك او انها طوعيه ايضا معظم الشركات اليابانيه لديها سمعتها التي تحاول ان تحافظ عليها في دول اخرى او في منظمات اخرى قد يتوافر منظور مختلف لذا من الضروري ان نعرف ما هو اطار اداره المخاطر او ادار تقييم المخاطر الذي يستخدم فاذا الشفافيه مهمه في هذه الحاله ومن الضروري ايضا ان نقوم بتبادل المعلومات بشان حالات بعينها فيمكن ان نناقش ما هي المخاطر على المستوى الاعلى او الادنى

عندما يكون لدينا مدخل لبنايه ونريد ان نستخدم التكنولوجيات الخاصه بالتعرف على ملامح الوجه ايضا يمكن ان يستخدم مثل هذا النظام في المطارات فنريد ان نعرف اذا من الذي يستخدم هذا النظام لاين تذهب هذه البيانات من الذي يستفيد منه من الذي يمكن ان يتضرر من جرائه فاذا تبادل المعلومات بشان هذه القضايا بعينها من الامور الهامه سأتوقف عند هذا الحد شكرا الآن أود أن أتابع هذا الحديث حتى نسأل كلارا كيف يمكن التوصل إلى المعايير التقنية؟ التي يمكن ان تتكيف مع هذه التحديات، مع اخذين بعين الاعتبار معايير حقوق الانسان التي بدات بالحديث عنها. شكرا، ان الاي اي اي تم تاسيسها من 150 سنه بمعيه اديسون. لماذا اراد اديسون ان يعمل مع الاخرين على هذا الموضوع في حين انه كان بامكانه ان يقوم بكل ما اراد ان يقومه لوحده في ذلك الوقت كانت القضيه تتعلق بالامن والسلامه ونحن لا نزال نتحدث عن الامن والسلامه ومع الذكاء الاصطناعي علينا ان نعيد تعريف الامن ومع الاخذ بعين الاعتبار حقوق الانسان كما قلت السؤال هو كيف نتوصل الى ذلك بدانا منذ زمن طويل واعتمدنا نهجا تصاعديا لدينا الـ 400 ألف عضو في العالم وطرحنا هذا السؤال منذ البداية آه سؤال متعلقة بالتحيز وغيره من الأمور وكيف نتعامل مع هذه المواضيع آه إذا وضعنا بدأنا بتصميم حيث أننا بدأنا بتعريف هذه المواضيع عن طريق آه تحدث آه عن المسائل المختلفة أما فيما يتعلق بالمعايير فبدأنا بما يسمى بالمعايير التقنية الاجتماعية وابتدأنا من تعريف هذه المعايير، المعي... أي أخذ بعين الاعتبار مصالح وقيم بص... أصحاب المصلحة المتعددين، طبعاً حقوق الإنسان مهمة ولكن هناك قيم أخرى، وكيف يمكن أن نترجم هذه القيم إلى إلى نظم إلى متطلبات للنظام وبعد ذلك ما الذي نعنيه بالشفافية والتوصل إلى مصطلحات مع تعريفات مشتركة؟ التحيز الجميع يريد أن يتخلص من التحيز ولكن نحتاج إليه في مثلا الرعاية الصحية مثلا تفرقة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالأزمات القلبية التي تختلف تشخيصاتها بالنسبة للمرأة والرجل إذا كان علينا أن نتوصل إلى معايير معايير معينة وهذا ما قمنا به في البداية بدأنا ببناء القدرات عن طريق التدريب نحن كنا نعرف بانه كنا نحتاج الى الخبره والدرايه التقنيه اضافه الى نوع اخر من الدرايه سواء كانت قانونيه اجتماعيه الى اخره وبدأنا بتعيين المهارات التي, يست... التي يحتاج إليها كافة العاملين في هذا المجال المجال واستعنا بكل هذه الأمور حتى نبني منظومتنا من البديهي بأنه يجب استكمال النهج التصاعدي بنهج تنازلي، نحن عملنا مع الاتحاد الأوروبي وكذلك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من المنظمات بالنسبة لوضع المعايير. وعملنا ايضا على الاي او القانون الخاص بالذكاء الاصطناعي حتى نتمكن من جمع التشريعات والانظمه التي تلائم وضعنا شكرا كلارا الان نود ان نسمع من جيمس حتى نعرف ما هي وجهه نظر القطاع الخاص وتوضيح ما تحدثت عنه كلارا بالنسبه للقيم وتعريف هذه القيم اضافه الى المصطلحات المرتبطه بالاطر بالاضافه الى الجهد الحكومي والجهد المتعدد الاطراف وغيرها فما هي الجهود الحو... من, با... من الجهود التي يأمل القطاع الخاص ان تحصل من اجل رفع التحديات، وكيف ترتبط بما سمعناه في هذا الحديث بما فيها المبادئ الاخلاقيه وايضا حمايه حقوق الانسان. شكرا على هذا السؤال. أعتقد بأنه قبل كل شيء علينا أن نصغي ونحاول أن نفهم حتى تستخدم الأدوات التي نجدها بطرق جديدة وأن نتعلم من أوساط الأكاديمية وأيضا هيئة وضع المعايير وغيرها ومنها الحكومات حتى نعرف ما هي الأضرار التي لم نستبقها التي لم نتوقعها ونحاول إذا أن نعتمد نهجا يسمح لنا بتفسير ما الذي نريد بناءه ولماذا وأيضا تشكيل الأفرقة واللجان التي يمكن أن تسمح لنا بتحقيق هذه الأهداف وبعد ذلك ننتقل إلى الأسئلة ما هي الثغرات ما هي الأنظمة التي تحتاج إلى دعم حتى نحرص على أن نتحدث اللغة نفسها مثلا إذا كان الأمر يتعلق بالتسويق ما هي نعمل مع القطاع الخاص على أساس فهم مشترك لهذه المسائل هناك أيضا دور للقطاع الخاص في مجال بناء القدرات حتى نبني القدرات، قدرات افرقه الابحاث، نعمل مع المجتمع المدني بالنسبه للحقوق، الانسان، مع الحكومات، حتى نعرف ما الذي لم ي, لا يعمل بطريقه ملائمه. نحن نحاول ان نكون واضحين وشفافين فيما يتعلق باطلاق الادوات نطرح الاسئله حول مستقبلا مثلا الهلوسه وعدم فهم العلامات المائيه في النصوص او في شرائط الفيديو اذا فان مساهمتنا بدات بالاعتراف بان هناك مسائل لا نعرفها نجهلها حتى نعمل على تقييم سلامه هذه الانظمه ونعمل في العالم مع الحكومات القطاع الخاص الاوساط الاكاديميه المجتمع المدني اذا يكون لدينا حوارا نعين فيه ما نحتاج اليه وبعده نضعه موضع التنفيذ بشكل يعود بالنفع علينا شكرا جيمس انا اود ان اتحدث الى سيد كانسر من المركز الأمريكي نرى بأنه في بداية الحديث تحدثنا عن الضغوطات من القطاع من العامة حتى تقوم الحكومة بتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي من أجل الخير ما هو موقف الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالضغوطات المتأتية من الذكاء الاصطناعي، وكيف يرتبط ذلك بعملكم أنتم بالتعاون مع الحكومة مع القطاع الخاص حتى تتمكنوا من تعيين التحديات التي تحتاجون الرد عليها في المقام الأول؟ أنتِ تحدثتِ أو استخدمتِ كلمة ضغوطات، أنه اختيار مثير للإهتمام للعبارات، هناك العديد من المسائل التي تجعلنا متحمسين للذكاء الإصطناعي، مع الأخذ بعين الإعتبار مواطن القلق، تربل آي كان قد كان قد أسسها أديسون وقال: أديسون في بداية القرن العشرين بعد اختراعه لللمبة الكهربائية وطرح عليه سؤال ما الذي تعتقد سيكون له تأثير الكهرباء على العالم؟ فقال بأن هذا سيغير حياة العالم ويمكن أن نطبق مقولته على الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية استغرق الأمر عقود حتى توصل إلى تشكيل تشريعات بشأن الكهرباء، ولا أعتقد بأنه نستطيع أن ننتظر عقود حتى نتوصل إلى أنظمة خاصة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب الضغوطات التي تحدثت عنها. وعليه أود أن أشكر منتدى حكمة الإنترنت على عقد جلسات كهذه مع مشاركين مرموقين أود أن أشكر دولة اليابان على استضافة هذا المنتدى ورأينا في هيروشيما الطريقة التي عملت فيها اليابان الأمر الذي أدى إلى عملية ما يسمى بمسار هيروشيما للذكاء الاصطناعي. وهنا أود أن أضيف قائلا بأنه فيما يتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي لدينا قاعدة متينة فيما يت... بشأن ال... ال... الذكاء الاصطناعي بالنسبة للـ OECD أيضا بالنسبة للمجموعة العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية كان لدينا في العام الماضي إطارين يتعلق أحدهما بالقيم وقد تم وضعهما على أساس مشاورات مع أصحاب المصلحة لدينا القانون الخاص بالذكاء الاصطناعي وآخر يتضمن معايير تكنولوجية لإدارة المخاطر لقد سارق الأمر 240 جولة من المشاورات مع أصحاب بالمصارح. هذا كان هذا كان النهج الذي اتبعناه من اجل رفع هذه التحديات لماذا نحن نطرح هذه المسائل اليوم مما لا شك فيه بان الجي بي تي طرحت عده اسئله عندما نتحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي هذا حد بالجب العديد للتفكير بالامر من اجل من اجل تقليل المخاطر وعلي وكان وقررنا بان نتعامل مع الامر بشكل جذري ولكن هناك مشكلتين او تحديين اولا يجب تسريع آه الرد على كافه مخاوفنا وثانيا الاستفاده من الفرص التي تطرح يطرحها تطرحها الثوره التكنولوجيه، نحن علينا ان نتقبل الوضع ان نعمل بسرعه، في الولايات المتحده الامريكيه كان علينا ان نتوصل الى توازن بين تشريعات وبين تدابير حكوميه. ونحن توصلنا الى مبدا المسؤوليه الطوعيه حتى تقوم الشركات بالعمل طوعيا على صون قيم مثل الشفافيه وغيرها هذا هو النهج الذي اتبعناه نحن نريد وضوح ونريد سرعه ولذلك علينا ان نتخذ تدابير تسمح لنا بالتكيف بسرعه مع التغيرات شكرا اود ان اتوجه الان الى توكيلي نحن نريد أن نعرف ما هو, ما هو ما هي وجهة نظر دول الجنوب بالنسبة لهذه المسألة نحن نعرف بأن هناك مسائل عديدة متعلقة بحوكمة حوكمة الذكاء الاصطناعي وأنه من الضروري العمل مع الأوساط المختلفة سواء كانت أكاديمية أو القطاع الخاص إلى خيره. ما هي التحديات والفرص us. من اجل التوصل الى حوكمه ذكاء اصطناعي متكيفه مع اه احتياجيات دوله من دول دول الجنوب، وكيف يمكن تكييف ما ياتي من الخارج من اجل التوصل الى ما يمكن ان يؤدي الى اطره مناسبه مع احتياجات بلدانكم. شكرا جزيلا، يسعدني ويشرفني ان اشارك في هذه الجلسه مع زملائي أود أن أتحدث من وجهة نظر دول الجنوب ولا سيما دول أفريقيا أين وصلنا فيما يتعلق في إطار التشريعية نحن لا نزال نحاول أن نلحق بالركب عن طريق وضع استراتيجيات بشأن الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى ذلك نحن نفكر بأنها نقطة في البحر عندما نطلب اتخاذ القرارات او قرارات لها علاقه بالخوارزميات وعندما ننظر الى هذا الاطار نرى بأننا نواجه وضعا حيث أننا نحاول اللحاق بركب الآخرين، ولا فيما يتعلق بضمان حقوق الإنسان، وأيضا من الذكاء ال الاصطناعي واستخداماته، وعليه فنرى بأنهم الأهمية بمكان أن نفهم ما الذي نحاول أن نقوم به عندما ننظر إلى تصميم واستخدامات الذكاء الاصطناعي نرى بأن هناك مراكز قوة وسلطة، ماذا أعني بذلك؟ عندما نفكر بمن يملك المعرفة بشأن التكنولوجيات، من يملك التصاميم التي تسمح بامتلاك هذه التصاميم نرى بأن دول الجنوب متخلفة عن الركب نحن بحاجة إلى الشمولية إلى مشاركة من دول الجنوب على مستوى العمليات وحتى على المسرح العالمي وهنا يجب أن نحرص على احترام مبدأ الشمولية ليس عن طريق مشاركة المجتمع المدني فقط بل أيضاً تمثيل من قبل الدول والحكومات ونرى بأن الذكاء الاصطناعي يفتح مجالا امام مشاركه اصحاب المصلحه المتعددين فيما يتعلق بأي نقاش له علاقه بهذا ال... بالذكاء الاصطناعي، عندما انظر الى المجال الاقليمي حتى اتناول كافة المستويات تحدثت عن المستوى الدولي ولكن من الناحية الإقليمية لدينا قرار 723 عام 2021 والذي يطلب الدول من الدول في على القارة الأفريقية أن تضع الأحكام القانونية التي تحمي الحقوق في إطار استخدام الذكاء ذكاء الاصطناعي وهذا طبعا يتعلق بحقوق الانسان ومنذ 2021 هناك عده مسائل حصلت ولكن نرى بان الدول الافريقيه لم تستطع بالحق ركاب الدول الاخرى فيما يتعلق بوضع التشريعات اذا فنرى بان هذه التحديات تزال قائمه ولدينا نقص بالثقه فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الصناعي في دول الجنوب اضافه الى ذلك هناك تساؤلات فيما يتعلق بالمراقبه والممارسات التمييزيه في استخدام الذكاء الاصطناعي هذه من المسائل التي يجب تحليلها من وجهه النظر العالميه نظرا لاهميتها <applause> شكرا بهذا نكون قد انتهينا من اول جزء من الاسئله الموجهه الى المشاركين في هذه الجلسه والان هل هناك اسئله من الحضور هنا واسال زملائي اذا ما كان هناك اسئله قد طرحت على الانترنت نعم هناك العديد من التعليقات على ما قلته، على ما قلته أنت، هناك عدة فرص لطرح هذه الأسئلة. أعتقد بأن لدينا هنا فريق من الاختصاصيين الذين يمكن أن يجيبوا على أسئلتكم. هناك عمر فاروق من بنغلاديش طرح السؤال التالي كيف يمكن ان نضمن بان التشريعات الخاصه بحوكمه الذكاء الاصطناعي هي شموليه شامله عفوا وتاخذ بعين الاعتبار حقوق الاطفال حتى يتم حمايتهم من اضراره المحتمله هل هناك من يريد ان يجيب على هذا السؤال برايي بان هذا السؤال يتعلق بالمجتمعات المعرضه للخطر نحن بحاجه الى سياسات وتشريعات خاصه بالذكاء الاصطناعي طبعا الأطفال هم من المجموعات الهشة أو الضعيفة التي يمكن أن تتأثر بأضرار الذكاء الاصطناعي، ما في ذلك التنمر وغيرها من المسائل، حتى نتمكن من التوصل إلى حوكمة يمكن أن ترد على تساؤلات هذه المجموعات الضعيفة المختلفة. برأيي أنها مسائل يمكن أن نجد حلاً لها سواء على المستوى التشريعي التوصيفي أو على المستوى الطوعي، يجب إيجاد تدابير تنظم ال تنظم أو تحمي الأطفال على الخط على الإنترنت، أرى بأنه أيضاً من الضروري أن نستكمل. هذه التشريعات بشروط طوعيه في في المملكه المتحده هناك اعتراف بانه يجب حمايه الاطفال بشكل عام وعلى الخط مثلا القانون الخاص باطار لحمايه الاطفال هو من الامثله التي يمكن ان نطرحها بهذا الصدد وعندما طرحت كانت من المعايير التي جعلت المملكه المتحده تطرح معايير وايضا توجيهات بهذا الشان هناك طبعا آه هذا مثل، ولكن هناك أمثلة من آه من بلدان أخرى، مثلا هناك هذا هن مثل عن التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل حماية الأطفال وحقوق الإنسان بشكل عام، هل هناك من تعليقات أخرى؟ جيمس؟ أنا أود أن أضيف شيئا، أعتقد بأن هناك أبحاث قد بدأت فيما يتعلق بحماية الأطفال مثلا من مؤسسات مثل ليجو وهناك العديد من ينظر بالنماذج التي يمكن أن تعرض الأطفال ومجموعات أخرى للضرر نتيجة للتفاعل مع هذه المنصات على الإنترنت و وايضا فيما، ليس فقط فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وايضا فيما يتعلق بالواقع المعزز. آه ونحن بحاجة الى آه اخصائيين آه يقومون بابحاث، آه ولا ننحصر بفهم بفهمنا نحن ككبار السن، وك فيما يتعلق باستخدام هذه المنصات. اعتقد بانه من المهم ان كل نظرياتنا بأبحاث وحول الأدوات التي يمكن أن تحمي المجموعات الضعيفة. هذه المنظمات التي تطلع بالأبحاث تطلع بعمل مهم علينا أن ندعمها وذلك من خلال سياسات من بين جملة أمور أخرى. المياسرة، كريستيان هل لدينا أسئلة؟ ربما يمكن ان استقبل سؤالا من القاعه انا من جامعه متروبوليتان في كندا مما لا شك فيه بان النظم نظم الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى, الـ الـ إلى مشاركة بشرية، ونحن نعرف بأنه في العالم في الغرب آه هناك موارد بشرية تسخر لإنتاج آه أنظمة الذكاء الاصطناعي. ما هي آه ما هي القواعد آه التي نحتاجها من أجل حماية كل من يعمل في هذا المجال؟ أعتقد بأن حماية القوة العاملة التي تقوم بإنتاج هذه الأدوات هو مهم لقد تم الاطلاع بالكثير من الجهود في الماضي بهذا المجال حتى يتم التعويض عن الأشخاص بشكل ملائم وأيضا إذا ما تعرضوا للانتقادات اللاذعه وغيرها من الامور اذا نحن يجب ان نصغي الى مواطن القلق لكي نستمع الى اراء الجميع وناخذها بعين الاعتبار ايضا الجهات الفاعله حتى نتمكن من حمايه كل من يشارك في انتاج ادوات الذكاء الاصطناعي اذا اعتقد بان اذا كان هناك اماكن حيث يمكن الاجاء رفع هذا التحدي عن طريق السياسات والتشريعات فيجب اللجوء اليها وايضا العمل بشكل بناء حتى لا يكون هناك مجموعات عمل يمكن ان تتضرر من اي ردات فعل لدينا العديد من الاسئله على الانترنت لدينا ثلاثه اسئله وانا سالخصها لدينا بروفيسور من جامعه كابول والسؤال هو هل يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في جامعات مثل افغانستان وهناك سؤال اخر عن المساءله نظرا لان الذكاء الاصطناعي لا يفهم بشكل جيد كيف يمكن ان نتناول مساله المساءله وثالثا سؤال يتعلق بالنواحي الاخلاقيه في الوقت الحالي الذكاء الاصطناعي لديه مخرجات تستند الى اعمال بشريه هل انه من المقبول اخلاقيا ان ان تقوم ال... يقوم الذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات لها علاقه بمسائل بشريه وكيف يمكن ضبط هذه الادوات اذا لدينا سؤال متعلق بالجامعه واسئله متعلقه بالنو... بالمبادئ الاخلاقيه هل لكم أن تردوا أولاً عن المساءلة؟ آليات المساءلة؟ أعتقد بأن كل سؤال متصل بالحوكمة يشمل المساءلة بالضرورة. هناك شك شكوك حول الأطر الطوعية التي تضعها الدول أو الحكومات. حتى إطار متشدد يجب أن يتضمن إجابات على سؤال ما هو ما هي طريقة قياس المساءلة وأيضا التدابير التي واجب اتخاذها، وهنا نعود إلى ما أنتِ قلتِ قلته طبعا لدينا لدينا آه، تاريخ فيما يتعلق بالالتزام بالأطر الأطر الطوعية وجيمس قد تحدث عن ذلك حتى طالما أن الطوعية والمساءلة يرتبطان بتدابير معينة يمكن أن نتحدث عن مساءلة وعن قياس هذه المسائل برأيي أن عملية القياس مهمة جدا من أجل معرفة من أجل قياس المساءلة على أساس المبادئ شكرا لدينا سؤال أخير وبعده نقفل باب النقاش حتى ننتقل إلى الجزء التالي من عرضنا مرحبا أنا رأوي يوث آيديا في المبادئ. موضوعات طبعت هذه السنة المنتدى يهيمن عليها الذكاء الاصطناعي ولكن 40% من سكان النيبال لا زالوا غير مرتبطين بالانترنت اذا سؤالي هو لماذا الدول المتقدمه تعتمد الذكاء الاصطناعي وهذه التكنولوجيات في حين يكافح سكان النيبال للحصول على معلومات نقية طاهرة على التمنع من التضليل والتغليط وأنتم تستخدمون أدوات مثل جي بي تي نتحدث ايضا عن منصات متعدده اصحاب الشان ولكنها لا تستطيع ان تضع السياسات لان المنظومه متعدده الاطراف هي التي تفرض رايها في وضع السياسات في العالم اذا من الذي سيساعدنا من اجل ان ننعم بالاجتماعيه ايضا وبفوائدها شكرا ربما يمكننا أن نرد على السؤال من طرف أكثر من مشارك، بالفعل هناك تحديات قانونية ما يتعلق قدرة الشركات على توفير هذه الحلول، السياق من جهتي أعتقد هو أنه مؤخرا أطلقنا مشروعا هو برنامج كبير يسمى Democratic Inputs to AI المساهمات الديمقراطيه في الذكاء الاصطناعي اي اعطاء للجماعات المدنيه الأهلية وللامم الامكانيه للمساهمه في تشكيل قيم الذكاء الاصطناعي والنتائج التي تأتي منه نحن نريد أن يكون هذا العمل عمل قائم على مشاركة مجتمعية وأن نبني عليه فيما بعد كما قمنا بالإعلان عن ما يسمى شبكة تشكيل الفرق المسؤولة عن اختبار وسائل امن وسلامه الانترنت اختبار المضامين هل فيها معلومات مغلطه ومضلله وايضا استخدام النتائج اللغويه الخاطئه من النماذج اللغويه ومن خلالها استنباط اوجه الضعف في الذكاء الاصطناعي وبعد ذلك فهم المسار الذي يتبعه الذكاء الاصطناعي والذي يؤدي الى نتائج ربما قد تكون ضاره. اعتقد ان مثل هذا العمل في بلدان مختلفه في اقاليم مختلفه سيكون هاما، شكرا. في المداخله نمر للجزء الثاني من المحادثه والمتصله بدور منتدى اداره الانترنت فنحن الموجودون في هذه القاعة والمشاركون في هذا الحدث حول إدارة الإنترنت، نعتقد أنه هناك فوائد كثيرة في مثل هذه المحادثات، فنحن منذ 18 سنة نعمل جاهدين على تكوين هذه التكنولوجيات، نريد أن نتحدث عن دور المنتدى كميسر للأعمال الحكومية في هذا المجال وأطرح سؤال على أو أتوجه إلى كلارا ما هي تجربتكم في مجال إقامة التوجيهات الطوعية وما هي الحدود التي تواجه مجهودات التقنين الذاتي وهل حكمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساهم في تيسير حكمة الإنترنت عموما شكرا الأسبوع الماضي عقدنا اجتماعا واندهشت بعدد الأشخاص الذين قالوا إنهم نفذوا معايير حماية الفضاء بس بشكل مختلف حسب من قام بذلك سواء كان القطاع الخاص او العام احد الامثله على ذلك هو مشروع قامت به اليونيسف قائم على تصميم قائم على القيم ويهدف للانتقال من من نظم تجمع بين كفاءات في افريقيا كان مغلقا والان صار مفتوحا يعطي فرص لكل اصحاب الكفاءات. وهنا يكون محل موضوع المشاركه الطوعيه او التزام الطوعي وما هي محفزات ذلك؟ من بين المحفزات وهذا ما قامت به مثلا مدينه فيينا في مشروع نموذجي للتصديق هي مساله ما هي محفزات الاولى، اول محفزات بالطبع هي الثقه وينبغي على المستخدم أن يستفيد من شيء من أجل أن يشارك في مستوى الثقة فشركات عموما سواء تستخدم هذه التكنولوجيات وهذه المعايير سواء لحشد أو ذر الأموال أو سواء لتوفير مصروفات المستثمرون يهتمون بمثل هذا المعيار إن وجدوا فيه قيمة عينية هل نريد فيما يتعلق مثلا بإدارة المخاطر هل نريد فقط حفظ مستوى الأداء وكيف يمكننا أن نضيف له بعدين آخرين ألا وهما الناس والكوكب وهذه من المسائل التي ينبغي مناقشتها جماعة هناك بالطبع محفزات اخرى الا وهي الشروط القانونيه الميسره عندنا قانون الذكاء الاصطناعي مثلا الذي يحتاج الى هذه المعايير ولكن علينا ان ننسى ان التدابير الطوعيه هي الاخرى تعرف حدودا واكراهات. نحن كمنظمات تقنيه وخواص نعرف بالطبع ما هي واجباتنا تجاه حقوق الانسان وسياده القانون وتجاه احقاق الديمقراطيه عموما. ان أردنا حوكمة عالمية الإنترنت نحتاج إلى نهج موحد وإقامة خطوط اتصال للإبلاغ عن يعني الأعطاب عن المشاكل لقياس مستوى حالات الخطر الخطأ لاختبار المنشآت المستخدمة وهذا ما نقوم بالفعل هنا في كيوتو ولمعرفة فيما إذا كانت هناك قوانين جديدة ينبغي سنها نتعاون مثلا مع مجلس أوروبا لمعرفة إذا كان من الممكن أن نضيف جانب حقوق الإنسان في تكنولوجيا جديدة المتعلقة مثلا بالواقع التداخلي شكرا التحدي بالطبع واقع علينا أجمعين وعلينا أن نحدد ونتماشى مع هذه المحفزات من أجل أن نوجه العمل في الاتجاه صحيح الآن أتوجه لي أليسا إما وسأطرح عليك أسئلتي أو سؤالي بصفتك متخصصة كباحثة في العلوم الاجتماعية ما هي التحديات التي تواجهونها في عملية التيسير لالتزام متعدد أصحاب الشأن من أجل حوكمة مشتركة للذكاء الاصطناعي شكرا أنا أعتقد أن دور المنتدى هام في الواقع بعد أن أدرت الجلسة السابقة دعوت أحد زملائي للحضور لإخبارنا بتجربتها ولكنها كانت على مقعد متحرك ولم تتمكن من الحضور ولذلك اخترنا حلا ألا وهو حضار روبوت في بيتها من أجل أن تشارك عن بعد بشكل تقريب شبه حسي هذا مثال فقط على ضرورة إيجاد حلول دائما لصيانة الارتباط مع الآخرين مهما كانت الإكراهات والتكنولوجيا موجودة من أجل ذلك فيستطيع مثل هؤلاء الناس الحضور أماكن مثل هذه عن بعد القيام ب عروض والتفاعل مع الاخرين وفي جلستنا ما ناقشناه هو على الرغم من تواجد مثل هكذا حلول لا زالت هذه الحلول هشه قد ينقطع تيار الكهربائي، قد ينقطع الاتصال بالانترنت الى اخره فهذه التكنولوجيات متوفره ولكن تحفها بعض المخاطر فعندما نتحدث عن حكمة الذكاء الاصطناعي علينا ألا ننسى أن العنصر المركزي فيه هو العنصر البشري لأن العنصر البشري هو الأكثر صمودا وهو الأكثر قدرة على التأقلم والتكيف والحالة الطارئة لأنه عنده روح إبداعية تمكنه من ردة فعل أسرع يمكن ان نتحدث عن حكمة الذكاء الاصطناعي ولكن على شرط ان يكون العنصر البشري في قلبه وأن يكون متمحورا حول الانسان ومتمركزا في الانسان بالطبع هناك امور اخرى هامه الديمقراطيه وحقوق الانسان وسياده القانون وما كنت انتظره ايضا من هذا المنتدى هو كل ما سمعناه خلال هذه النقاشات ولكن ايضا ما لم نسمعه داخل هذه الاجتماعات هذه ربما خارج صلاه الاجتماعات هناك ايضا كثير من الامور التي جرى مناقشتها غير مفتوحه بالنسبه للجميع وهذه كلها مداولات هامة كانت سواء في داخل قاعة الاجتماعات أو خارجها هذا ما كنت أنتظره من الاي جي أن يكون منتداً اجتماليا وأن يصنع فرصة الاتصال على صعيد الأشخاص وبشكل غير رسمي خاصة وأن ألف المندوبين قد جاءوا إلى كيوتو أتمنى أن يكونوا قد أحبوا هذه المدينة، بالطبع نحن نحبها ورأيناها، بالطبع إن مسألة الاجتماعية لها أبعاد عدة، هناك عدة عدد أصحاب الشأن، وبعد قلة تحصل بعض المجموعات، ولها أيضا بعض جغرافي وجغرا سياسي. وفي هذا في هذا سوف ادعو توبيكيلي تنبه للرد على سؤالي التالي كيف يمكن للمنتدى ان يوصل المساهمه في التصدي لهذه التحديات شكرا اريد فقط ان اذكر مساله لم يذكرها احد الا وهي عدم تمكن الكثير من الزملاء الذين من الحضور هنا بسبب تاشيره ان اردنا ان نتحدث عن اجتماعيه ينبغي ان تكون المنصات متاحه وميسره خاصه من الجنوب في هذا المنتدى بالطبع نرى ان هناك حاجه في مزيد من الالتزام والالتزام خاصه مع اصحاب الشان الاساسيين. ولا يكون النهج نهجا قائما على شعوري بأنني ضحية علينا أن نعترف بأن هناك تفاوتات بين الأقاليم بين دول في العالم وسياقات بين الشمال العالمي وجنوب العالمي سياقات مختلفه وهذا ما ذكرته زميله هنا السياقات تختلف وهي معكوسه في من حضر هنا في هذا المنتدى هذه السنه <applause> نحن نريد حلولا تمكن من عدم ترك اي احد وراء الركب وهذا المنتدى من شأنه أن يساهم بشكل متواصل في تعزيز مستويات الحماية وحماية الحقوق الأساسية والحريات الأساسية وأيضا تدعيم الضحايا الذين قد يتضررون من الحرمان من التكنولوجيا. لذا فإنه من الحاسم ألا ننسى هذه العوامل فيما قبل كنا تحدثنا عن مراكز القوة عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي لذا فإن أعتبر أن منتدى إدارة الإنترنت هو فرصة كمين قمينة من أجل حتف العراقيل ومن أجل عدم ترك أي أحد بفضل التزام اصحاب الشأن وراء الركب حتى يسمع كل صوت. آه على نفس المنوال دكتور سانتر الواقع تختلف والعمليات تختلف اختلافاتي على الصعيد الوطني على الصعيد الاقليمي في بعض الاحيان وفي الاتحاد الأوروبي كما قالت كلارا في السابق. وهناك اختلافات أيضا في نظم الحوكمة العالمية وفي ما تقترحه الأمم المتحدة. إذا كيف أن الحكومات تقوم بمجهودات من أجل تمويل الحوكمة المشتركه وتمويل الاشتماليه وكيف يمكننا ان نتقاسم هذه التجارب في داخل هذا المنتدى لجعل النقاش حقيقي وفعلي وجاد في مترقب ال الذكاء الاصطناعي وكيف يمكننا ان نجعل هذه البيانات المنتجه منه قابله للتشغيل المتبادل. الجواب، الجواب هو نعم. لكن يبقى الجواب على سؤال كيف. اعتقد ان السؤال هو مساله امكانيه الوصول للمنصات. فقد يطرح السؤال لماذا نعتني بهذا المستوى الكبير من العنايه ب الذكاء الاصطناعي. الجواب هو انه في الولايات المتحده الامريكيه كثير من ما حضر في هذه الفعاليات يعتقد انه ينبغي ان تستخدم التكنولوجيات الاحدث من اجل حل المشاكل الحديثه في العالم. المشاكل الهامه في العالم. اذا كيف يمكننا استجداب احسن مطور الذكاء الاصطناعي الشركات والمجتمعات عندما تكون الشركات لا تولي الوقت او الانتباه الكافي لحوكمه الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وهو تحدي كبير نحن نحتاج بالفعل نهج النهج متعدد الاطراف قبل اسابيع كان هناك اسبوع عالي المستوى شمل عدد من الاحداث شاركت فيه الدول والمجتمعات متعدد الأطراف وأمين العام عفوا وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من دعوة شركات لمناقشة موضوع ما الذي ينبغي أن نقوم به من أجل التصدي لتحديات مختلفة داخل وخارج هدف الألفية المستدام هذه نقاشات تجري في الامم المتحده في جمعيه الامم المتحده في منتدى اداره الانترنت فعندما نسال عن تاثير كل هذا على العمل او تاثير هذا على حمايه الاطفال في الانترنت وفي عصر الذكاء الاصطناعي وان طرحنا سؤال حول الاجتماعيه أو حول إذا ما كان لحضرة متعدد الأطراف أي إمكانية لوضع سياسات أو لا فقد يكون هناك بعض الارتباك في الرد على هذه الأسئلة ونحن قد نكون بعيدين عن التفاؤل في الرد عليها الإطار العام لحكمة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحده الامريكيه حضر بفضل الاصغاء لجماعه متعدده الاطراف داخليا هذا هو الطريق الذي تستخدمه الحكومات والديمقراطيات لاستصغاط السياسات ليست هناك من حكومة تستطيع أن تتغني على هذا الأسلوب وهي تحتاج إلى الشركات المجتمعات المدنية إلى الخبراء القيام بذلك ومدخلات هؤلاء الخبراء هذه الجهات المستشارة تتحول إلى مخرجات في آخر المطاف إلى منتوجات إذا كيف نضمن الوصول والتعاون في قمة سلامة في المملكة المتحدة أو عملية هيروشيما أو حتى إيش لايف تبع الأمم المتحدة فإننا كنا نحتاج إلى هذه المشاورات متعددة الأطراف متعددة أصحاب الشأن أنتم في خدماتكم يا جيمس مكرهون بعدد من الاطر القانونيه لانكم تعملون في اكثر من ولايه قانونيه ولذلك عليكم دائما ان تعملوا في اطار هذا القانون ولكن ايضا في خارج الولايه القانونيه اذا كيف تتعاملون مع الجوانب القانونيه وانتم تتحدثون عن نش... الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته عالميا وكيف ترى ان النظر في هذه الاسئله داخل منتدى اداره الانترنت قد يساعدكم على حلها التحدي الاول الذي يخطر ببالي هو ان نشارك في اكبر عدد ممكن من المحادثات مثل هذه المحادثات اليوم في كل اقاليم العالم في كل بلد في كل مدينه في كل دوله طبعا يستحيل ان نتواجد في كل قاعة ولكن نحن نعي انه في كل انحاء العالم هناك حاجة في هذه الادوات ولكن هناك اكراهات في حيازتها وهناك ايضا اختلافات في القوانين المعمول بها في كل منطقة منطقة ما يهمنا هو أن نوفر النوع الصحيح من البحوث والموارد التقنية أو الدعم التقني لذا علينا أن نختار أحسن أماكن لنهض أو ترويج بدورنا فبالطبع هناك المخاطر الهامة بعيدة قصيرة الأمد وهناك تلك التي تعتبر فقط بعيدة الأمد والتي تتعلق بسلامة العنصر البشري لأن في آخر مطاف تقنيون ومع ذلك نعمل أيضا كرجال أمن لتجنب الضرر وتحصين المستخدمين ونحتاج إلى منظومة دولية وإقليمية لحل هذه المشاكل ونحتاج إلى العمل على كلتي على كلتا الواجبين لأن هناك القطاع الخاص الذي يساهم في هذه النقاشات ودول من جهة أخرى التي تصيغ القوانين نحن نوفر البحوث الأساسية ونوفر الفهم وفيها نشمل أكبر عدد ممكن من المناطق والأقاليم وثقافات وسياقات مختلفة and now I open the floor again for شكرا جزيلا نعطي الكلمة الآن للقاعة وللمشاركين على الخط إن كانت هناك أي انطباعات تعليقات هل هناك مداخلات على الخط نعم هناك سؤال وصلنا من موكابيري من إيران هل اتفاقية أممية حول الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تحل مشكلة المخاطر وما قد يكون دور منتدى ادارة الانترنت في هذا اريد ان اطرح عليك سؤال يا جيمس انت شديد هنا في المنتدى لانك يعني تمثل اوبن اي ما هي القيمه المضافه لهذا المنتدى المحتمله في مناقشات حول حوكمه الذكاء الاصطناعي هل تعتقد ان أوبن اي يمكن ان يساهم في المستقبل ايضا سؤالان اثنان في سؤال واحد بالفعل هي مساله متعلقه بتعريف الخير وهل تطوير السياسات يطرح نفسه سؤال هل هذا الذي نقوم به خير او ليس خير هذه هي المعايير والمرجعيات التي نعود إليها من أجل أن نقيس مستوى التقدم إذا كيف يمكننا أن نبني ومن أين نجد لبنات البناء من الهامئة أن نبني على الاتفاقيات والمعاهدات الهامة والقوانين الموجودة حاليا هذا لا يعني انه لن ننتهز نهج جديدة لرأب الفجوات غير مملوءة اليوم ولكن لن نعيد اختراع العجلة نبدأ بما لدينا من تراسيم قانونية مثل اتفاقيات حقوق الإنسان القانون قبل أن نرسم المعايير جديدة. شكرا هل من أسئلة أخرى هنا في القاعة؟ نعم أرى سؤالاً. مرحباً بكم جميعاً. أنا حسين من Data for Governance Lab. شكراً على إثارة هذا الموضوع الهام، كيف يمكن للمنتدى ان يساعد في التعامل مع حوكمه الذكاء الاصطناعي والامور التنظيميه ليست هذه هي المره الاولى التي نتعلم فيها في اطار المنتدى من الماضي نحن ناقشنا لاكثر من عقد من الزمان امور الحوكمه والعلاقه مع البيج داتا مثلا حوكمه البيانات واخيرا لم نتمكن من ان نصل الى آه، توافق عالمي في الآراء أو إجماع في الآراء آه، نحن لم نتمكن من أن نصل إلى تحقيق نفس الإطار التنظيمي لم يمكننا من أن نوائم ما بين مثلا كيف تعامل أوروبا وأمريكا مع نفس الموضوع والشركات الموجودة في المكانين لم نتمكن من ان نصل الى اطار تشريعي للتعامل مع هذا الموضوع فكيف يمكن اذا ان نتحلى بالتفاؤل لكي نتعامل مع اطار عالمي للذكاء الاصطناعي وان الذكاء الاصطناعي يستند الى البيانات الكبرى بيج داتا فهل من اجراءات في شركتكم مثلا جيمس اذا وجدتم ان هناك خطر او حاله طارئه يتسبب فيها نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بكم هل من تدابير يمكن ان تتخذونها لاغلاق النظام نحن نقوم بالابلاغ طبعا عن هذه الامور ويمكن ان نقوم باغلاق هذه الادوات اذا احتجنا الى ذلك هناك عدد من الطبقات متعلقه ببعضها البعض هنا وطبعا اذا اردت ان تعرف المزيد فانا يمكن ان اتابع معك واعطيك المزيد من المعلومات انا لم احضر اي اجتماع للمنتدى من قبل فهذه مساله جديده بالنسبه لي اعتقد ان هناك اجماع كبير في الاراء بالنسبه لحوكمه الذكاء الاصطناعي طبعا هناك تحديات تتعلق بالانفاذ ولكن اذا نظرنا إلى الموضوع فأعتقد أنه ما من تهديد وجودي لقيامنا هنا على سبيل المثال إذا سألنا أنفسنا كيف سننتقل في المستقبل الذي يعمه الذكاء الاصطناعي التوليدي ما هي انواع الضمانات التي نريد ان تكون موجوده في هيكل الحوكمه اعتقد ان الجميع سيتفق على اننا نحتاج الى انواع داخليه وخارجيه من من التنظيمات، واعتقد اننا جميعا نتفق ان تقاسم المعلومات مهم عند تنفيذ او تطوير هذه النظم، وانا اعتقد ايضا اننا جميعا نتفق انه لا يمكن ان نثق في ان هناك نوع واحد فقط يمكن ان نثق فيه من انواع الذكاء الاصطناعي علينا ان نتعاون سويا ايضا نحن نتفق ان علينا ان نعطي الاولويه للابحاث ونحن نريد ان يكون هناك ابلاغ من قبل المطورين انا متفائل اننا نسير في الاتجاه الصحيح لدينا متحدثان هنا. هل من متحدثين على المنصة؟ اثنان. إذا هل يمكن أن تقرأ ما كتبوه أو ما كتباه هؤلاء المتحدثان أو هذان المتحدثان؟ أنا لدي سؤال من سيث. أنت قلت من قبل أن علينا أن نشرك جميع أصحاب المصلحة. أريد أن أعرف ما هو رأيك في أننا نحتاج إلى وكالة مشابهة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعنى بالذكاء الاصطناعي، لا أعرف ما هو رأيك بالنسبة لذلك. وهناك سؤال من عضو برلماني في جنوب أفريقيا آه اسمه ويليام فيبر حيث ان تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي قد طورت من قبل البشر هل يمكن ان نستكشف فرص آه ان نؤسس نظم تنظيمية حكومية آه لهذه التكنولوجيات؟ اه فاذا انت تسال عن نظم من الذكاء الاصطناعي لتنظيم الذكاء الاصطناعي هل هذا هو المقترح انا اريد ان اعود الى سؤال قد طرح من قبل انه من المهم ان يكون البشر جزء من المعادله وطبعا علينا ان نقوم باعداد وتطوير النظم واختبارها وتحدثنا ايضا عن الابحاث والامكانات الخاصه بذلك ايضا البيانات الاصطناعيه وتحدثنا ايضا عن مثلا بعض التحيز فنحن نريد ان نعرف كيف يمكن ان نخلق بيانات موثوقة ذات جودة عالية، وما هي أنواع الذكاء الاصطناعي التي تمكننا من أن نؤدي مهامًا جديدة، مختلف المهام الجديدة، أيضًا، إن معلومات المتاحة لكي نصل إليها هذا أمر يحتاج منا تدريب العنصر البشري الكثير من التدريب أيضا يجب أن نقوم بالمتابعة وبالتقييم لكي نصل إلى حلول لبعض هذه المشكلات فكيف يمكن أن نقوم ب تجزئة المعلومات وإعادة تركيبها لكي نحاول أن نجسّر بعض الفجوات. يمكن مثلاً استخدام هذه البيانات الاصطناعية لكي مثلاً نقوم بخلق تطبيقات مثل مدرس شخصي او ابحاث من اجل تحسين فهم المناخ هذا احد مجالات الابحاث هناك الكثير الذي يمكن ان ننجزه في هذا الاطار كلارا هل تريدين الاستجابه لذلك نعم نحن لدينا مجموعه عمل تتعلق بتحديد جوده او نوعيه البيانات الاصطناعيه وأنا أتفق معك، هذه إحدى طرق استخدام البيانات الشخصية في مجال الأبحاث. وأريد أن أعود إلى أهمية التفكير في التنظيمات العالمية، أو حوكمة الذكاء الاصطناعي عالمياً. ان الذكاء الاصطناعي موجود في الفضاء المفتوح واستخدم بطرق مختلفه ونحن مثلا هنا في اليابان ونعرف انه حتى نتمكن من تشغيل الاجهزه الكهربائيه هنا نحتاج الى محول حتى نتمكن من استخدامها هنا في اليابان ونفس الامر ينطبق على هذا فنريد ان نعرف كيف نحتاج الى التكيف ما هو المجال الذي نحتاج الى تكييفه وكما ذكرت من قبل نحتاج ايضا الى الشفافيه بالنسبة للمعلومات الأساسية التي يستخدمها أو تستخدمها نماذج الذكاء الاصطناعي، كيف تستخدم هذه المعلومات؟ طبعاً من الجيد أن هناك جهود من القطاع الخاص التي ترمي إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر موثوقية، ولكن في بعض الأحيان هذه الأمور ليست متاحة للجميع، أو يمكن أن تكون فقط طوعية. ونحن نحتاج اذا الى ارضيه مشتركه ما هي مجموعات البيانات المتاحه كيف تستخدم البيانات الاصطناعيه ما هو نوع البيانات الاصطناعيه التي تستخدم الى اخره شكرا الان سؤال بعد ذلك سناخذ سؤالا اخيرا من الحضور وساطلب من جميع المتحدثين هنا ان يتقدموا بكلمات ختاميه تفضلي ان الذكاء الاصطناعي لا يمكن ان نقوم بحوكمته من خلال كيان شبيه بوكاله الطاقه الذريه ايضا مساله مدى سهوله التدقيق والتحقق هناك درس مستفاد من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه انه ما بين عام 45 وما بين عام 57 عندما تم تاسيس هذه الوكاله فكان هناك الكثير من العمل الخاص بالنقاش لمأسسة الحوكمة العالمية ونحن نحتاج إلى مثل هذا الصبر لكي نتمكن من حوكمة الذكاء الاصطناعي ايضا نحتاج الى شبكات من العلماء من دول مختلفه لكي تنظر في المشكلات المختلفه وتنظر في التقييم المشترك للمخاطر ايضا الاتفاق على معايير مشتركه من اجل تقييم القدرات شكرا جزيلا تفضلي انا من اوغندا أنا سأتحدث كأم، وأنا أتحدث بنيابة عن طفل عمره سبع سنوات من بنجلاديش، طرح سؤالًا، وأنا أتابع النقاش، فأريد أن أعرف إذا كان سيكون بالإمكان عقد نقاش لمتابعتي إذا كان بالإمكان تأثير على السياسات أنا لي خلفية تقنية وأجد أننا لم ننظر في الأمور الهينة أو السهلة إنجازها مثل القواسم المشتركة التنوع كلنا مثلا كنا أطفال, كلنا كنا أطفال من قبل و في هذه الجلسة التي كانت تتحدث عن الجرائم السبرانية، كنا نتحدث عن أهمية أن نقوم بحماية الأجيال المستقبلية، فأنا أريد أن أطرح السؤال على الخبراء والمتحدثين مثلكم، أنتم جميعاً كنتم أطفالاً في يوم من الأيام. فدعونا نحاول أن نتعامل مع الموضوع الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي نريده، كيف يمكن أن نتعلم من ذلك؟ كيف يمكن أن تكون التصميمات شاملة ومحتضنة للجميع؟ فبالنسبة لي من المهم أن ننظر في القواسم المشتركة يمكن أن تكون هذه هي نقطة البداية. لم يكن هذا سؤالا بل تعليقا وساطلب منكم ان تعلقوا اذا في هذه الجوله الاخيره من الاسئله فلدينا اقل من دقيقه اذا كلمات ختاميه نعم إما أن تجيب عن أسئلة أو تتقدم بتعليقات ختامية. التعاون ما بين القطاعين العام والخاص لضمان أمان هذه الأدوات أمر هام، هذا أمر نحتاجه من جانب التصميم وأيضا الإبلاغ والأبحاث وأيضا لكي نضمن أن هذه الادوات امنه يمكن ان تستخدم بدون ان يكون لها اثر سلبي على الاطفال او هؤلاء تحت سن ثلاثة،, ثلاثه عشره اما بالنسبه للابحاث من المجتمع المدني والاكاديمي ف... من الضروري أن نتمكن من استخدامها مثلا في الإبلاغ عن الجرائم أو سوء الاستخدام من الضروري أن نبني على هذا الزخم مثلا التعهدات الطوعية التي نراها كمسؤولياتنا ايضا ان نساهم في النقاش حول الجوانب التنظيميه وان نواصل العمل لكي تكون لدينا خطوات واضحه وتصور واضح عن الطريق الذي نسلكه ما هو نوع هذه الادوات التي نستخدمها هذه التكنولوجيات الجديده نحدد اوجه الضرر وان نبلغ عن هذه الاضرار ان نفهم القدرات الجديده لهذه الادوات واذا كانت تؤثر سلبا او تعرض للمخاطر المجتمعات المختلفه ستكون هناك قرارات مختلفة تتخذ في مجال التعليم مثلا أو الصحة أو التمويل إذا يمكن أن ننظر في هذه الأدوات ونحاول أن نطبقها على المشكلات التي نحاول أن نتعامل معها وشكرا على دعوتي للمشاركة في هذا الحديث عندما يتعلق الامر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الامر الضروري هنا هو ان نتحلى بالخفه، بسرعه الحركه، بامكانيه التاقلم ونحن نحتاج الى اليه فعاله لابداء الاراء على المستوى المؤسساتي علينا أن نضمن أن هذه الآراء تؤخذ في الاعتبار عند تأسيس هذا النموذج. طبعًا، مهم أن نأخذ المخاطر في الاعتبار، ولكن طبعًا من الضروري أن نقوم بتقييم الامتثال. وهذا يجب ان يتم من خلال منظمات مستقله اعتقد ان الوكاله الدوليه للطاقه الذريه قد لا تكون المثال الذي نريد ان نحتذيه لحوكمه الذكاء الاصطناعي لان الذكاء الاصطناعي يستخدم بطرق مختلفه فالفكره هي ان تكون هناك مجموعه مستقله تراقب التنفيذ فاذا نحتاج الى حوكمه متعدده الاطراف اذا قد يكون هذا اذا نموذج مقابل لسيرن من واقع هذا النقاش من الواضح اننا كافراد لا يمكننا ان نتوقف عند الذكاء الاصطناعي علينا ان نستمر في التركيز على اهميه الحقوق الاساسيه والحريات الاساسيه وان نضمن ايضا حقوق الاطفال عندما ننظر في الترويج للذكاء الاصطناعي ايضا هناك مفاهيم هامة مثل الديمقراطيه التشاركيه نريد ان يشارك الجميع في هذا العمل خاصه المجموعات المهمشه والمجموعات الضعيفه فاذا المقاربه متعدده الاطراف هي الاساس شكرا ان نقاش حوكمه الذكاء الاصطناعي امر هام وايضا محفوف بالتحديات إن الذكاء الصناعي يتغير ويتطور والأوضاع تتغير والبيئة تتغير إذا من المهم أن نشرك عددا كبيرا من الأشخاص في هذا النقاش وأنا قلت في كلماتي الاستهلالية أنه يجب ان ننظر في حالات محدده لكي ناخذ في الاعتبار مثلا المخاطر المساءله ومن المهم ان نكون متحدين يجب ان يكون هناك فهم مشترك لهذه المفاهيم هناك مفاهيم هامه ظهرت من خلال هذا النقاش واريد ان اذكر ان هذه مجرد البدايه هذا النقاش لن ينتهي قط ولكن يجب ان نستمتع بهذه العمليه بتبادل الافكار والاراء ان نشرك اكبر عدد ممكن من الاشخاص في هذا العمل وكلمه اخيره انت بليت بلاء حسنا في تيسير هذه الجلسه وفي الحفاظ على الوقت فأنا أريد أن نعمل بسرعة ولكن ليس في عجالة. شكراً جزيلاً. إن الوقت يداهمنا وأنا علي أن أقوم بتلخيص هذا النقاش. وإن الرسالة الأساسية التي استقيناها هي أهمية إجراء النقاش ما بين مختلف الأطراف المعنية وأيضا يجب أن نبقي على هذه العملية حاضنة للجميع وشاملة للجميع هذه كلها خطوات هامة وأنا اخذ في الاعتبار هذا التعليق الاخير يجب ان نعمل بسرعه ولكن الا نكون في عجله من امرنا فاذا علينا ان ننظر في حوكمه الذكاء الاصطناعي لان هذه من المفاهيم الاوسع وهذه هي القيمه التي يضيفها منتدى حوكمه الانترنت لأنه يمكننا أن ننظر إلى هذا النقاش من مختلف المستويات ومن مختلف الزوايا. فإذا نحن كما قالت الزميله هذه ليست البدايه هذه مجرد بدايه هذه ليست النهايه ولكن هذه مجرد بدايه الرحله فدعونا نواصل اذا التقدم شكرا جزيلا